من أجل تطوير اللعبة ورفع مستوى لاعبي البليارد أقيمت بطولة أندية كردستان للبليارد في كركوك بمشاركة 64 ناديا ولاعبا. بدأت البطولة. يقيم الاتحاد الكردستاني برئاسة الأستاذ محمد حسين رئيس اتحاد كردستان للعبة البليارد والسنوكر بإقامة دورة لكافة الفئات العمرية في كركوك بمشاركة 64 نادي ولاعب من لاعبي الصالات. وبدورنا هذا نشكر اللجنة الأولمبية للاتحاد الكردستاني برعاية الاتحاد المركزي الكردستاني للبليارد وبالتعاون مع الاتحاد الفرعي وفي قاعة الشامبيون. بدأت منافسات البطولة في لعبة السنوكر والتي يشارك فيها لاعبون من ذوي الخبرة والشباب. أمثال أولاً في باش بولا كركوك قلب كريتوا. هذه السنة كان اختيارنا لمدينة كركوك من أجل إقامة هذه البطولة فيها، والتي نسعى من خلالها توسيع قاعدة اللعبة في جميع المحافظات من أجل إعداد اللاعبين وبالأخص الشباب للبطولات الدولية. المشاركون أثنوا على الجهود المبذولة لإقامة مثل هذه البطولة، والتي هي فرصة للمنافسة بين اللاعبين لتطوير مستواهم والأحسن، كما طالبوا الجهات المعنية الاهتمام بهذه اللعبة من أجل تطويرها. أنا أمثل أحد أندية أربيل المشاركة في هذه البطولة المقامة في مدينة كركوك العزيزة. نتمنى التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين من جميع الأندية المشاركة والتي تمثل أندية كردستان. البطولة شهدت منافسة قوية منذ اليوم الأول، وأظهرت عن مستويات عالية والتي هي غاية إقامتها من قبل المعنيين من أجل إعداد اللاعبين واكتشاف المواهب الشابة من أجل الاستعداد للبطولات على مستوى العراق والدول العربية. جيار سعيد، زاغروس تي في، كركوك.